السلام عليكم خواتاتي الزوينات والفنات والغاليات، انا قلبي كيف دايرين؟ لاباس عليكم؟ هانيين هانيين، اموركم هانيه؟ كنتمنى تكونوا بالف خير. مرحبا بكم معايا اليوم و الف مرحبا. اليوم البنات غادي ندي ان شاء الله الغدا عند الوالده ونتغداو فحال هكا مجموعين. غادي ندير البنات دجاج محمر، سمحوا لي على الصداع اللي كاين في الزنقه. غادي ندير البنات دجاج محمر ودرت ليه العطريه وكلشي، ولكن غندي حتى لدارنا عاد غادي نطيبو باش ما نبقاش متقله وداكشي. قلت اللهم كلشي يبقى في بلاصه وكنت ندير العطريه في الكوكوط صافي. ندي حتى لعند ماما عاد غادي نبدا نطيبو ان شاء الله. وغتشوفوا واحد الروينه عند الوالده، قلبات الدار كامله. غادي تشوفوا شي اصلاحات غتبدا فيهم ماما. غادي تصوب الدروج وغادي غتصلح الدار الوسط. بالنسبه للبروميان مازال ما غتصلحاش، غتبدا غير بالدروج والدار الوسط. وغنشارك معكم اليوم الاصلاحات باش تعطونا الاراء ديالكم وتقولوا لينا شنو اللي نديرو شنو اللي ما نديروش. نبغي الاراء ديالكم قبل ما حدها، مازال باقا ما صلحت ما حتى شي حاجه. هادشي علاش فكنبغي الاراء ديالكم. والمهم غادي نمشي عندها دابا، غندي معايا غديوتي وغاديه. خليكم معايا ان شاء الله حتى لاخر الفيديو. بالنسبه للدجاج محمر غنشارك معكم الطريقه ديالو، خليه حتى لاخر الفيديو عاد غادي نشارك معكم الطريقه ديال الغديوه اللي غادي بها الوالده. كنشاركها معكم ولكن شحال هذه ما بقيت شاركتها معكم، طريقه اللي زوينه وغادي تستافدوا منها. ايوا هذا ما كان اخواتاتي الزوينات، غادي نمشي عندها دابا وناويه ان شاء الله غندوز حتى للقيصريه نشوف شنو غادي ناخذ البناتي وغنشارك معكم كل شيء. غير خليكم معايا ان شاء الله حتى لاخر الفيديو. دابا البنات يلا وصلت عند الوالده ديالي وفطرت انا معاهم، بقيت الفطور باقي كاين، فطرت معاهم وغادي نشارك معكم دابا شنو الاصلاحات اللي غادي دير ماما. كنت قلت البنات لخويا قبل ما يحيدوا الزليج، قلت لي دير لي واحد الفيديو قبل ما يحيدوا الزليج، وحتى في الدار الوسط حتى هي في الحمام وداكشي، صوروا لي قبل ما يتحيد هذاك الزليج باش يشوفوا التغيير كيفاش كانت وكيفاش غادي تولي. وما عرفتش الصراحه واش دار لي الفيديو ولا نساني، ما عرفتش. المهم انا دابا جيت غادي نشارك معكم داكشي اللي حيدوه دابا المعلميه، وغنشارك معكم الاصلاحات كامله. عطونا حتى نتوما الراي ديالكم، قولوا لنا شنو اللي دير شنو اللي احسن. وخليكم معايا دابا غنبداو بالدروج. عرفتوا البنات بعدا اول ما دخلت بنتي الصغيره ما شافتش الترياب، حتى انا يلا شفتو دابا غير اليوم باقا. يلا دخلت بنتي تما داخله وهي تحل فمها بقات حاضيه الدروج، بغات كاع طلع الدروج بقات غير حاضيه، مع بال كلشي محيد الزليج حيد كلشي تحيد. تخلعات هي تقول لها ماما، قالت لها كيجاوب الدروج، قالت لها خايبين. خلعوها الدروج البنات. يلا نطول لكم تشوفوا. سمحوا لي اخواتاتي على هذا الصداع اللي كاين في الزنقه. ها انتم شوفوا الدروج يا لالا، وكي ولاو شوفوا كي ولاو البنات. هنايا البنات كانت ماما دايره الزليج في الدروج، دايره هذاك المزوق، راه هو اللي كان معروف في الاول، كانت دايره في الدروج. هذاك المزوق كان في الزرق والبيض، راكم عارفين هذا قديم، هذاك الزليج كانت دايره في هذه البلايصه هذه في الدروج كاملين. دابا هي غادي ما عرفتش دابا شنو غدير بالنسبه للحيط، مازال ما عرفتش. وبالنسبه للارض غادي تحيد هاد لاموزيك وغادي دير رخام. هي دابا الارض ولات باغا دير رخام، بغات ما بقاتش باغا تخلي هاد لاموزيك اصلا، قالت لك غندير رخام باش يجوا الدروج زوينين. والحيط اللي ما عرفتش بالنسبه للمعلم، قال لها شوفي من الاحسن ديري غير صباغه للحيط بلا ما ديري الزليج. وانايا في نظري كيبان لي دير الزليج من الاحسن باش يبقاو ليها الدروج نقيين. وانتم عطونا الراي ديالكم، حيت دابا الدروج دغيا يقدروا يتوسخوا، كاين المود ديال الصداع في الزنقه. المهم عطونا الراي ديالكم، حيت انا بان لي لا صبغات دغيا غادي يتوسخوا لها الدروج، وغيخصها كل شويه تصبغ. وما عرفت عاوتاني كان في نظري كنقول لها كون ديري غير الزليج وديري شي لون اللي مفتوح وسامبل، راه اكيد غادي يكون لون سامبل. وبالنسبه للرخام اللي غدير في الارض، قالت لي اما غدير البيج او غادي دير الابيض، ابيض ويكون فيه داك هذوك خطوطه يكونوا في الكري، شي خطوطه يكونوا في الكري. هادشي اللي قالت غدير في الارض وحده في مية، اما البيج او الابيض. وبالنسبه للحيط ديال الدروج عطوها الراي ديالكم وقولوا لينا اشنو اللي غادي يجي احسن، واش دير
كيف ما قلت لكم الزليج او دير غير صباغه وبلا ما دير الزليج. راه هاد الاصلاحات هادو البنات راه من نهار اللي يلا سكنوا هنايا راه تقريبا 16 عام باش داروا هاد الزليج هذا اللي في الحائط وباش كانوا دايرين هاد لا موزيك. راه 16 عام بس باش كنا ساكنين هنا داروا هاد الاصلاحات. دابا راه اكيد بغاو يبدلو، خرج الموديلات زوينين، خرج داكشي زوين ولا غا سامبل ولا غا داكشي المفتوح هو اللي كيكون زوين. هادشي علاش ماما قالت لك صافي غادي نبدل الاصلاحات هنايا في الدروج وحتى في الدار الوسط نطلعكم باش تشوفوها كيفاش دايره. شوفوا البنات الدروج كيولاو حالتهم بحال مساكن كيخلعوا. دابا غنطلعكم الدار الوسط. بالنسبه للبروميان البنات مازال ما غاداش تصلح ماما، باقي دابا دازت غير الدروج و الدوزيام، راه هادشي تيكلف ماشي ساهل. ها نتوما البنات راه الظلمه في الدروج، حيت مازال حتى الضو حتى هو خاصو يتقاد في الدروج. راه عارفين الاصلاحات ملي كتكون قديمه ليها شحال. ايوا دابا غادي ندخلو الدوزيام. ها نتوما بالنسبه للبنات الدوزيام، بالنسبه للجليج اللي دايره في الارض مزيانه البنات. صراحه الجليج هذا ملي كان دارتو زوين كيبان في حر خام، ولكن المشكل فين كاين؟ في الصباغه وفي القبس. ها نتوما شوفوا القبس كيفاش كان. هادشي راه غنشارك معكم دابا كيفاش كان، وان شاء الله ملي غتكمل الاصلاحات غنشارك معكم كيفاش ولا. هانتوما الفراش ديال هنايا ها هو جمعاتو كله هنا باش ما يتوسخش، وغطاتو بالميكا بالبلاستيك. سخفت انا بهذاك النهجه من الدروج. هانتوما البنات شوفوا بالنسبه للقفص، شوفوا هذا راه كان قديم هادشي، ولكن دابا راه ما بقاش هاد القفص هذا. هانتوما كيفاش كان في الاول، شوفوا هنايا هادشي ما بقاش صراحه، ولا دابا قفص واعر قفص زوين. عندها حتى هاد الجهه هادي هانتوما شاعل الضوا، حتى هو نفس القفص اللي كاين هنا هو نفسو دارتو حتى هنايا. هانتوما غادي تبدل البنات هاد القفص هذا، هاد الجهه هذه البنات غادي ديرها جلسه غادي تكون روميه فهاد الجهه، وحتى القبس غادي يكون رومي، وفهاد الجهه هذه غادي يكون فراش بلدي اكيد. راه كيما شفتوا القبصه البنات كيفاش كيفاش داير. شوفوا انتوا راه موديل قديم بزاف، وحتى الصباغه حتى هي راه ليها اعوام. هاد الصباغه هادي راه تنعقل، هاد الصباغه هادي ليها 10 سنين بس بغات ماما هنايا الدار الوسط. هادشي علاش ما بقاتش بغات هاد اللون هذا، غادي دير اكيد غير البيج. وهنايا غدير داك الشيء شي قبص يكون هو هذاك القباص اللي دار لي انا الدار ديالي في السكن الاقتصادي. راه غادي نحط لكم الفيديو في صندوق الوصف اللي ما شافش داري في السكن الاقتصادي، غادي نحط لكم كيف ما قلت لكم فيديو في صندوق الوصف. دخلوا شوفوا الفيديو، شوفوا القبص كيفاش داروا ليا، وحتى هنا ان شاء الله غتشوفوا التغيير وغتشوفوا كيفاش كان هذا القبص هذا وكيفاش ان شاء الله غادي يولي. كيف ما قلت لكم هذه البلاصه هذه غتكون البنات روميه، وهذه البلاصه هذه غديرها ماما بلديه، واكيد القبص غادي يكون سامبل شي حاجه اللي زوينه. عاد هنا البنات اخواتاتي هنا كان واحد الحيط طالع حتى الفوق، كانوا دايرين حيط طالع حتى الفوق مدرقين هذاك الباب. هذاك الباب عندنا فيه بيت نعاس، هذاك الباب عندنا ديال بيت نعاس. هادشي علاش هاد الحيط هذا كان مدرق بيت نعاس. دابا ماما هذاك الحيط حيداته باش تجي فحال هكا محلوله، واخا الباب يبان عادي ماشي مشكل، المهم هي حيداته. حيت في الاول فحال تقولوا البنات كان مضيق هذاك الحيط اللي دار، دابا ها هي وسعت وولات القضيه مزيان باش حتى القبص حتى هو يدير ليها شكل واحد في هذه البلاصه هذه، ماشي شكل واحد. واكيد راه القباص راه ما نقولش لكم عليه خدمته زوينه تبارك الله. عاد دابا هنايا
بالنسبه لهاد البلاصه هذه البنات حاشاكم كانت دايره هنايا، كانت دايره ها هي طواليت كيف كتشوفوا، ودايره ليها واحد الباب. ماما دابا شنو دارت؟ حيدات هذاك الباب، ريباتو. ها انتم شوفوا هذاك الباب اللي كان، راه ريباتو حيداتو. وهاد الطواليت هذه حاشاكم البنات غادي تحيدها، غادا تحيدها وغدير هنايا لافابو وفيه المرايه. قالت لك غنديرو فحال هكا، ما كاينلاش نبقى ندير جوج طواليطات لانهم عندهم هنايا حمام واحد راه كافي. هذا قالت لك غدير لافابو ودير المرايه وجي فحال هكا مقابل مع الناس، لاي وحده بغات تنوض تغسل وداتها وترجع تجي احسن. المهم ها نتوما هنا كتشوفوا كيفاش كانت، وغتشوفوا ان شاء الله كيفاش غادا ترجع. ندخلكم حتى هنايا، عرفتش هنا الضو واش باقي خدام ولا لا. لا ما خدامش الضو، قطر يشعل. ها دابا شعل. بالنسبه هنايا البنات هانتوما راه ريبو كلشي. هنا كان عندنا واحد الزليج في الشيبي، وحتى الارض كانت في الشيبي، وحتى هذاك ديال الحمام كان شيبي، حتى الكرسي تا هو كان دايره في الشيبي. هنايا كانت دايره واحد لافابو بانيه مع المرايه. دابا كلشي غادي يتبدلو، غتبدل الزليج كان شيبي ما كانش لون زوين، هادشي علاش غادي دير شي لون اللي يكون مفتوح ويكون زوين. وغادي تقلب حتى الدوشه، هو بلاصه ديالو هنا كنظن غادي ترجعها في القنت. هنا غتبقى واقيلا بلاصه ديال الكرسي، ما عرفتش ماما دابا شنو ناويه غادي دير، كيفاش غتقاد هادشي هنا. حتى نتوما عطوني الراي ديالكم وقولوا لينا. بالنسبه للحمام راه حتى هو البنات غادي ديروا بالقفص، حتى هو غادي ليه القفص وغادي تقادو. يعني هي دابا عندها حمام واحد هنا، ماشي ضروري تحتاج لجوج. هادشي علاش قالت لك بركه غير واحد هنايا، وهاد البلاصه هادي نديروها مرايه. ها نتوما شفتوا البنات الاصلاحات هادي راه ماشي سهله. بالنسبه للقباص ها هو راه كاين عندنا دابا، راه كاين غيبدا في هاد البيت، هذا بيت النعاس. ندخلكم تشوفوا البيت. ها انتم اخواتاتي، بالنسبه لبيت النعاس راه كبير عند ماما والله الا دا واحد البيت ديال القلب. عرفتي عندها كبير. هنايا ماما دايره الماريو، ها هو القباص دابا يلا غطى عليها هنايا بالبلاستيك، غطى عليه باش يبقى زعما نقي. وهي غتبدل اللون ديال الماريو، راه كيف ما كتشوفوا دابا راه دايره مارو، وغادي ديروا ان شاء الله في البيض. شوفوا الصباغه البنات اللي كانت دايره هذه، غادا تبدلها وغدير شي لون اللي يكون مفتوح. وبالنسبه للقفصه البنات هنا ما كانت دايره لا قفص لا حتى شي حاجه، غير مصبوغ صافي. هانتوما غير مصبوغ صافي، ما دايره لا قفص لا والو، هنايا عندها غير مصبوغه، مصبوغه صافي ما دايرهش فيه القفص. غتشوف ان شاء الله ملي غيولي القفص كيفاش غادي يولي هاد البيت. ها نتوما شوفوا كيفاش كان، وغتشوفوا ان شاء الله كيفاش غادي يولي هاد البيت هذا. الصراحه ماما عندها واحد بيت نعاس البنات راه كبير كبير. وعاد هذاك الباب اللي كاين تما هذاك البنات كاين فيه الحمام ديال هاد بيت نعاس، هذا فيه الحمام تما، والحمام الاخر اللي شتو هذاك ديال الصالون ديال الضياف اللي يجوا فحال هكا. انتم شتو الصباغه كيف كانت في الاول، وكيفاش ان شاء الله غادا ترجع، وكيفاش غيرجع القفص. ندير لكم دابا نحط لكم نمره القباص، اللي بغات اي حاجه مرحبا. انتم شفتوا دابا البيت كيفاش كان، وغتشوفوا ان شاء الله كيفاش غادي يولي، وغتشوفوا التغيير اللي غادي يولي ان شاء الله. دابا ماما عاد راه كلشي رايب، الدار كامله مقلوبه دابا. وهاد الاصلاح هذا راه ماشي ساهل البنات، راه كيكلف شويه فحال هكا، غدير رخام الارض الحيط ما عرفتش شنو غدير. المهم عطوني الراي ديالكم، قولوا لي الحيط اشنو دير، واش دير زليج يكون لون مفتوح ولا ويكون سامبل، ولا دير غير صباغه. وبالنسبه للارض راني قلت لكم غدير رخام، وان شاء الله غدير القبص لهاد الصالون. غدير ان شاء الله القبص وغدير الصباغه وغتقاد كلشي حتى بيتها. الصراحه بيت نعاس عندها كبير بزاف البنات، راه عرفتوا واحد الكبر اللي كبير زعما، الصراحه زوين خاصو غير يتقاد ويتصبغ ويتقاد ويتقبص ويولوا الضواو حتى هما معاونين كيولي داكشي زوين البنات.
وعاد غتفرجوا ان شاء الله وتقادوا. المهم اخواتاتي زوينات، انتم شفتوا الاصلاحات اللي غادي دير الوالده. نمره القباص راه كما قلت لكم راه غندير لكم النمره ديالو، باش الا بغيتوا اي حاجه راه خدمته زوينه ومتقونه، راه ماشي اي واحد كنشكروا لكم. شي الا كان شي واحد خدمته ما زويناش ما غاديش نحطها لكم، ما غاديش نشاركوا معكم بالمره. ولكن انا هذا القباص هذا هو اللي خدم لي الدار، خدمه متقونه وزوينه كما بغات الخاطر. راه الزليجي كاع اللي خدم لي الدار ما عطيتكمش النمره ديالو حيت خدمته ما زويناش، انا ما عجبتنيش الخدمه ديالو، مستحيل نعطيه لكم النمره ديالو، انا ما عجبنيش اصلا. راه واخا ما عرفتش شنو، ما نقدرش، الواحد اللي عجبتني خدمته راه هو اللي غنشاركو معكم، واللي ما عجبتنيش خدمته مشوني مشكم. ايوا المهم اخواتاتي دابا انا وريتكم ديال الوالده، غنزل دابا نوجد الغدا وخليكم معايا ان شاء الله حتى لاخر الفيديو. نزل دابا نوجد الغدا، والغدا دابا القباص خدام في البيت يكملوا حتى هو. دابا غادي نشارك معكم الغدا اللي غادي نديه عند الوالده ديالي. درت ليها البنات العطريه فحال هكا بالليل، وقاديت الدجاج وخليته بات ليله كامله وهو مرقد. بالنسبه للعطريه درت شويه القزبر والمعدنوس والثومه، درت معلقه صغيره هريسه، وعاد درت معلقه كبيره خرقوم، ومعلقه كبيره سكينجبير، وشويه البزار، وشويه القرفه، ودرت الملون اللي ما تيبغيش تقدروا تفاداو وما ديروش، ودرت حتى دعم الزعفران. وخديت حامضه البنات، خديت غير اللب ديالها صافي، وخلطت كلشي البنات. درت حتى شويه الماء وخلطت كلشي، وخديت هاد الدجاجات اللي عندي غادي نرقدو مزيان البنات بهاد العطريه هادي. بالنسبه للزيت ما غاديش نديرو دابا حتى ندير الدجاج يبدا كيتحمر وداكشي كيتشحر مزيان، عاد ديك الساعه غادي ندير الزيت. اما دابا ما غاديش ندير ليه الزيت حيت غنخليه ليله كامله غادي يبات هاد الدجاج مرقد، باش غدا ان شاء الله نديه معايا عند ماما. قلت بلا ما يعني نطيبو داكشي عاد غنمشي عند ماما غادي ياخذ ليا الوقت بزاف، وغادي نضيع الوقت بزاف في الدار، فهادشي علاش قلت غير غنرقدو ونكادو ونديه عند ماما مقاد، غير نبدا نشحر فيه وندير ليه ديك الساعه البصله، ونشارك معكم باقي المراحل شنو غادي ندير. انتما كيف كتشوفوا صافي قاديت دجاجة من بعد ما رقدتها مزيان بهاد العطريه هادي، وخليتها ليله كامله. دابا النهار الاخر من بعد ما وريتكم الاصلاحات كامله اللي ماما باغا دير في الدار، دزت دابا شعلت على البوطه صافي، ودرت دجاج حتى بدا كيتحمر واحد شويه، عاد درت شويه البصله، درت تقريبا بصله واحده صافي، وغادي نبقى نقلب فيه. غير تحاولوا البنات ما تبقاوش قلبوا فيه بزاف، لا تصدقوا ناصلين وما يبقاش يعني الدجاج مجموع، هادشي علاش حاولوا ما تبقاوش قلبوه بزاف، يعني الا قلبتوه في بلاصه واحده صافي خلوه حتى تحسوا بيه يتحمر مزيان، عاد قلبوه في الجهه الاخرى باش ما تبقاوش قلبوا فيه بزاف. كما شفتوا انا راه ما بقيتش كنقلب فيه بزاف، عاد درت عاوتاني الزيت حتى بان ليا البنات بلي الدجاج طاب واحد نص طيبه، عاد درت الزيت. خديت البنات كاس ديال العنبه، درت فيه نص كاس من زيت العود ونص كاس زيت نباتي، يعني كاس كامل ديال العنبه، عاد درتو خليت شويه هذاك الدجاج كيتقلى شويه صافي، وحيت. من بعد ما طاب ليا الدجاج درت هنايا القناصي، وزدت البصله، ودرت السمن، وزدت عليهم حتى عصير حامضه، حتى غادي تذوب ليا البنات البصله مزيان، عاد غادي نشارك معكم شنو غادي ندير عاوتاني. راه الطريقه هذه في الدجاج ما نكذبش لكم كيصدق ليا زوين وكيجي بنين. بالنسبه للدجاجات باش غادي ندهنهم، درت شويه الزبده وشويه ديال السمن وشويه ديال الهريسه، وغادي ندهن بها الدجاج هذا، وغادي ندخله الفران باش يتحمر. كيف ما قلت لكم البنات انا هذه راه هي الطريقه ديالي، فحال هكا اللي مبتدئه او عمرها ما دارت فحال هكا الدجاج، غير ديريها الطريقه هذه غادي تنجح لك، وغادي يجيك حتى الدجاج بنين. ها انتم كيف كتشوفوا الدجاجه كيفاش دايره، يعني حاولوا حتى في الطيابه البنات ملي تكونوا كت
طيبوه في الدجاج ما تبقاوش قلبوه بزاف، يعني خلوه في بلاصه واحده حتى تحسوا بيه صافي تحمر، عاد كتقلبوه لجهه اخرى. وهنايا ها نتوما البنات، ها هو الدجاج بدا كيتغمر ليا. غادي ندير هنايا السكر، الا عندكم البنات عسل غديروا واحد المعلقه كبيره ديال العسل غديروها وتخلوه تبقى تعقد لكم هذيك التغميره مزيان. الا ما عندكمش العسل راه غديروا في حالي انا السكر وتهنوا راسكم. اللي كان البنات كنقضوا بيه وصافي. شوفوا التغميره البنات كيفاش كتجي، والله العظيم لا كتجي من داك الشيء البنات، صراحه الدجاج كيجي زوين وكيجي بنين وكيجي متغمر، المذاق ديالو كيجي زوين. بديت بالتغميره هي الاولى حطيتها، عاد غادي نحط دابا الدجاج من بعد ما حمرته. ايوا كي جيتكم البنات شحال تقول ولا ما حادقاش نضحك معاكم شويه. صافي دابا من بعد ان شاء الله ما غادي نتغداو، غادي نمشي البنات للحفاري غادي نضرب فيها دوره ونشوف. باغا نشري لبنياتي شي كسيوات، ما بقى والو العيد، هادشي علاش غادي نمشي ان شاء الله الحفاري. وغادي نشارك معكم اخواتاتي زوينات شنو غادي نشري من تماكين. صافي دابا هنا غادي غير نزوق البنات ونقاد الطبيسيل ونحلق عليه. ايوا البنات الله يعطيني الصحة وخلاص. نشكر راسي البنات، هذا هو الشكل النهائي البنات كيف كتشوفوا. صافي دابا غادي نتغداو ان شاء الله وغادي نمشي للقيصريه نشوف شنو كاين، خليكم معايا حتى لاخر الفيديو. وهنا رجعت لكم عاوتاني البنات من بعد ما شاركت معكم الغديوه اللي بديت عند الوالده وطيبت تماكين وتغدينا وسالينا وشاركت معكم حتى الاصلاحات. مشيت البنات للقيصريه، مشيت باش نكسي بناتي، راكم عارفين العيد ما بقى لي حتى شي حاجه، هادشي علاش مشيت نكسيهم. وما قدرتش نصور لكم في قيصريه، خفت البنات لي طيروا لي التليفون، هادشي علاش ما قدرتش نصور فيها. مشيت للقيصريه ديال حفاري، غادي نشارك معكم شنو شريت لبناتي. شوفوا الحويجات اللي خديت ليهم، ثم البنات غنشارك معكم اول لبسة. خديت البنات هاد اللبسة، هادي هي اللي كاينة بزاف، هادشي اللي كاين بزاف، هادشي اللي خارج البنات في هاد العيد هذا. بحال هكا فيه هنايا الموزونة، هاد الجاكيطة هادي فيها الموزونة، وعاد فيها هنايا الكميمات فيهم الكوير وفيهم الكوير حتى من هنايا وفيهم الكوير البنات حتى من التحت من هنا. الصراحه جاتها في اللبسه جاتها واعره قيساتها بنتي، جاتها زوينه البنات. ها نتوما معاها هذا التسليب هذا، وفيها خواتاتي الزوينات واحد السروال ديال الكوير. ها نتوما البنات صراحه جات في اللبسه جات واعره البنات، جاتها زوينه بنتي مني قيساتها، جاتها زوينه في اللبسه. هاد البيسه هذه البنات خديتها ب 230 230 بشحال خديتها، يعني 4600 شحال خديت هاد البيسه هادي. صراحه جات زوينه البنات، خديت جوج البنات، خديت وحده لبنتي الكبيره وواحده لبنتي الصغيره كيف كتشوفوا، خديت هنايا جوج. وعاد خديت البنات هاد السبرديله هادي، ها نتوما بيضاء وفيها نية الغوز، ها
هاد السبرديله هادي خديتها البنات ب200 درهم. شحال خديتها؟ خديت جوج، خديت واحدة لبنتي كبيرة وواحدة لبنتي صغيرة، خديت ليهم فحال فحال. هانتوما البنات، صراحة هما جاو زوينين مني لبسوهم، جاوهم زوينين. وخديت اخواتاتي زوينات حتى هاد الكسيوة هادي، هانتوما البنات. شوفوا هاد الكسوة هادي معاها، هانتوما البنات نقرب ليكم باش تشوفوا. كتجي فحال هكا، شوفوا البنات كيفاش كتجي لبيسة. الكسيوة هادي هادي خديتها ب220 درهم. خديت جوج البنات، خديت حتى هذه البنتي الكبيره، خديت ليهم فحال فحال الكبيره والصغيره. حاجه اللي خديتها راه كناخذ ليهم البنات فحال فحال، اللي خديتها الكبيره كناخذها للصغيره. صافي خديت ليهم حتى شي قيشرات، هادشي اللي خديتها البنات. هادو هما المشتريات اللي شاركت معاكم، كنتمنى يعجبوكم، وحتى تقولوا لينا النصائح ديالكم على ود الوالده ديالي، شنو رايكم في الاصلاحات اللي غادي دير، الحويجات اللي غادي تغيرهم، اعطوني الراي ديالكم حتى نتوما. وشكرا لكم بزاف، التعليق ديالكم زوينه، راني كنجاوبكم كاملين. شكرا لكم كلكم، التعليق ديالكم زوينه والغزاله، واللي دائما كتشجعني والله العظيم كتشجعوني في اي فيديو كنشاركو معاكم، كتقولوا لي بلي تيعجبوكم في حال الفيديوهات هادو، وهذا هذه حاجه كتفرحني انا بزاف. خواتاتي الزوينات، ايوا دابا غنمشي البنات نعس، بناتي راهم نعسوا. مني جيت من القيصريه جيت لداري ودزت انايا الصالون، بقيت فيها البنات حتى العشرة ديال الليل عاد جيت، بناتي راهم نعسوا، وانا دابا يلا غادي نجمع هادشي وغادي نوض ان شاء الله نعس.